ديوان مسافر في القفار للشاعر عبد العزيز سعود البطين. سيذكرني قومي إذا الدار أحدقت بها نازلات الدهر وهي تصول، أو التهمت أحشاءها النار فمحت، فما هي إلا أرسم وطلول، وناء عليها كلكل الدهر قاسيا، وكلكله فوق الديار ثقيل، وما لزمان الغدر يحطم أكؤسا بأيد الندامة، والزمان يميل. ويذكرني قومي إذا المجد غيبت كواكبه أو غالهن أفول، ويذكرني الأصحاب ما دام في الورى كرام لهم في المكرمات أصول، ويذكرني كل الأولى في جسومهم قلوب تعاني همها وعقول، فلو أن ما بي من حنان ورحمة بحال الورى والنائبات تغول، يوزع ما بين الأنام جميعهم لكان لهم للمكرمات سبيل، ولو أن جلمودا من الصخر حازه لفاض فرات من نداه ونيل، تجربني الأيام بالقهر والظنى ويعجم عودي ليلها ويطول، ويأسرني من طبعها قيد غلظة وتثقل أغلال لها وتهول، فأهدم بالعزم الوطيد قلاعها وأقهرها بالصبر وهو جميل، وأغلبها بالحب والحب قوة تخور الرزايا عندها وتزول، وتنزاح عن قوم المصاعب عنوة ويعنو جبين الدهر وهو ذليل، لأهلي لصحبي للكرام من الورى جميعا أنا طول الزمان خليل. ديوان مسافر في القفار للشاعر عبد العزيز سعود البطين.